شيرين أبو عاقلة ابنة القدس كما كانت تحب أن تسمي نفسها، فلسطينية أبصرت الدنيا على احتلال أرضها وترعرعت على حب وطن مكبل. لم تكن تطيق رؤية الاحتلال وكانت تتألم لما يجري بحق شعبها. ولدت عام 1971، كبرت الطفلة في المدينة المحتلة، وعندما شبت خرجت إلى العالم عبر شاشة الجزيرة لتنقل ما يعيشه شعبها بكل شجاعة. نقلت أخبار وصور وقصص الشهداء والأسرى والجرحى، وكانت بينهم ومعهم. ظلت لأكثر من عقدين من الزمان تطارد الاحتلال بالصوت والصورة، وعندما عجز الاحتلال عن مواجهة الحقيقة استهدفها بالرصاص واغتال شيرين. اغتال رصاص الاحتلال الحاقد شيرين. شيرين حبيبة القدس التي لن تنساها المدينة، الوفية التي كانت تنقل الخبر حتى صارت هي الخبر.